بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في الفيديو رقم 24 سي شارب اكس ان توتوريال. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم ازاي نقدر نمنع البلاير بتاعنا من ان هو يتصادم او مثلا يدخل مع الصوره او مع اي حاجه، وات ايفر الحاجه دي كانت ايه. فالفكره دلوقتي ان احنا هنكمل على بقيه الفيديوهين اللي فاتوا، فانت لو مش متابع الفيديوهين اللي فاتوا يا ريت تروح تتابعهم، لان طبعا مش هشرح الكلام ده كله تاني. فالبداية كده احنا كنا في الفيديوين اللي فاتوا وقلنا في الاف كونديشن ديت ان الاف كونديشن دي مش هيحصل فيها تصادم، فعشان كده خلينا لون البلاير زي ما هو بلاك. الالس ديت هي اللي هيحصل فيها التصادم، عشان كده غيرنا لون البلاير وخليناه يلو. وكان بالتجربة ان احنا لو عملنا رن دلوقتي اهو هيظهر قدامنا، لو جيت قربت من البلاير ودخلت او تصادمت معاه هيحصل فيه كوليجن او هيحصل فيه تصادم. تمام. طيب ازاي اقدر بقى امنع البلاير من ان هو يحصل تصادم اساسا؟ فالفكره دلوقتي ان انا هعمل فيكتور تاني واسميه فيكتور 2 تاني، وعارفين طبعا ان فيكتور 2 هو بيشيل 2 فاليو، هسميه سكند بوزيشن او بلاير سكندري بلاير بوزيشن secondary player position. بلاش secondary، اما نسميه ايه؟ طيب player position 2 مثلا. كلام جميل. player position 2 في البداية كده هو هيبقى نفس الكلام بالنسبة ل player position 1، بالنسبة ل player position 1 اللي هو 0 0، فاحنا مش هنديله initialize لان الديفولت بتاعه 0 0. هو نفس الكلام بالنسبة لل player 2 للبلاير 1. طب ماشي، ايه اللي هيحصل بقى؟ انا هقول له اول حاجه لما يكون مفيش تصادم يبقى تساوي لي البلاير بوزيشن 2 بيساوي بلاير بوزيشن العادي. تمام، طول ما فيش تصادم. طب لما يحصل تصادم هنعكس ايه بقى؟ هتقول له ساوي له بلاير بوزيشن بيساوي بلاير بوزيشن 2 كده بس. كده بس. لما مثلا انا بخش اهو مش راضي يخش فيها، مش راضي يخش في الصورة خالص، بص خش مش راضي خالص، مش راضي خالص. طيب فكرة ايه اللي بيحصل؟ اول حاجة انا كده الاتنين بوزيشن متساويين مع بعض عادي جدا، البوزيشن او البوزيشن الرئيسي بيساوي البوزيشن السكندري عادي، او اسف السكندري بيساوي البوزيشن العادي. فانا قبل لحظة التصادم هنا كده مثلا، قبل ما يحصل تصادم كده ما حصلش تصادم، فايه اللي بيحصل؟ برضو البوزيشن العادي او السكندري بوزيشن شايل البوزيشن قبل التصادم، قبل ما يحصل تصادم يعني الفريم بتاع التصادم اللي قبليه على طول البوزيشن اللي فيه هو شايله السكندري بوزيشن، السكندري بوزيشن هو اللي شايل ده، شايل البوزيشن اللي قبل فريم التصادم بالظبط. طب لما اجي ادوس كده ويحصل تصادم، لما اخش مثلا شمال ويحصل تصادم، ساعتها انا بقول له لما يحصل تصادم روح سوي لي البوزيشن الاساسي بالسكندري بوزيشن. فالسكندري بوزيشن كان فيه ايه؟ كان فيه البوزيشن بتاع البوزيشن قبل التصادم، فالبوزيشن قبل التصادم يعتبر مثلا ايه؟ عندي وقف عند الفريم بتاع البلاير التاني، او عند الفريم بتاع الاحمر. فعشان كده انا منعته من ان هو يقدر يخش هنا بالطريقه دي، ان انا ما اقولوش او مثلا ما يعملش ان انا اساوي البوزيشن السكندري بالرئيسي طول ما فيش ان هو ما فيش تصادم. واول ما يحصل تصادم اقول له لا اعكس لي الاثنين، خلي الرئيسي بيساوي خلي الرئيسي بيساوي الثاني، وساعتها انا بقدر امنع التصادم ده، لان احنا قلنا السكندري بوزيشن دايما بيبقى شايل البوزيشن اللي قبل التصادم. فانا اول ما يحصل تصادم برجع البوزيشن تاني اللي قبل التصادم، فيعتبر كده انا لغيت التصادم خالص. فطبعا العمليه دي بتتم في جزء من الثانيه، فعشان كده احنا ما بنلاحظهاش، بس هو الاساسي ان هو بيخش في البلاير ويرجع تاني للبوزيشن تاني. يعني مثلا بيخش بيتحرك بيبقى داخل جوه الصوره بس بيرجع تاني مكانه، لان انا بعمله سيت بوزيشن في نفس الفريم. تمام، هي دي الفكره. ودي برده يا جماعه هنقول لكم ان دي فكرتي وانا اللي منفذها وانا اللي مفكر فيها. انت عندك فكره تانية تنفذها عادي، مفيش اي مشاكل، الجيم ما بيقفش على فكره واحده. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.